كيف أبدأ في الاستثمار العقاري؟ الخطوة الأولى هي تحديد الهدف. الأهداف الرئيسية هي 1- تنمية رأس المال، 2- تحقيق دخل مستمر. لكل هدف طرق واستراتيجيات وعوامل نجاح خاصة. رح نحكي في هاي الحلقة عن طرق تنمية رأس المال من خلال الاستثمار العقاري. ببساطة نتحدث عن الشراء وإعادة البيع. الزمن عامل أساسي في ارتفاع سعر العقار، وبشكل عام ترتفع قيمة العقارات في فلسطين من 5-10% سنوياً، وهذا ما نسميه الارتفاع التلقائي أو الطبيعي، وممكن نرفع هاي النسبة إلى 15-20% عند شرائك عقار قيد الإنشاء، لأنك تستفيد من الأسعار الابتدائية وخطط التسديد الميسرة والمباشرة واللي راح توفر عليك الفوائد البنكية. الإضافات والتحسينات على العقار بالتأكيد بترفع قيمته فيما يعرف بالارتفاع الإجباري، وهو مضمون الطريقة الثالثة، وهي شراء عقار وإضافة تحسينات اللي ممكن تكون بسيطة مثل إضافة أعمال ديكور أو تشطيب شقة عدم بالكامل، ما يرفع قيمة العقار بشكل ملحوظ. الفرق ما بين سعر الشراء والقيمة الجديدة لعقارك هو مقدار نمو رأس مالك. في الحلقة القادمة رح نحكي عن كيفية تحقيق دخل منتظم من العقار. خليكم معنا.